السلام عليكم. السلام، كثيرة بخير، كثير الوليدات، كل شيء بخير، عائلة الحمد لله. شكون معايا؟ فرح من إيطاليا. نعم فرح اختي، تفضل. اختي من الاحسن وقاش تفرج بديك الفيديو، وانا والله الا مرضوني، كان بيت نحلم بيهم مع ندخل تيك توك ويطلعوا لي فيديو ورا فيديو، وهاد المرأة مسكينة حتى هي اللي كتقول لي ماتوا ليها 4، والله الا لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا اللي كاتب لك ساير كيتشفى الريفي محمد ولا شنو، قال لك انت قلتي في ايامات كورونا انا عايشة في اوروبا، دابا اش هاد زادك الاعلام بحال اللي زعما نفيتي المغرب، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هذا داير داك الراي ديال الريف ديال ما امازون، يديرش. زعما قالت لي في ايامات كورونا كنتي كتقولي انا عايشه في هذه في فين اسبانيا، ودابا عايشة؟ في اسبانيا، ودابا زعما علاش هز أنا العلم المغرب بحال غلط، اللي هي أنا مادام اسبانيوليه. عايشة في إسبانيا أنا عايشة في العالم. قول له أنت لك غلط، أنا ما عايشة غير في إسبانيا أختي، قول له وي قول له وكيقول راني لك عايشة في العالم. كذبين، لا حول ولا قوة الا بالله، ورا بلادنا وغادي وخا نعيشوا في اوروبا ونعيشوا في ما مشينا، قلت ترى بلاد بلادنا راه غير شويه نموتوا كذبت، عليه. دابا قال انا كنعيش في اسبانيا، واش كذبت؟ واش كذبت؟ زعما كنعيشوا في اوروبا، ما نبغيوش المغرب ولا شنو؟ ما فهمتش. هادشي انا الله اعلم واش ماشي يقول، وانا ما دخلتش في القلب ديالو، يعني على حسب كتابته، وهو الا بغى يقول شي حاجه يقول، هذاك دق مو هذاك يرعى به الشك، ماشي شغلي فيه انا، كاين شي حاجه ما نتفادوا بها اراها، ما كاينش يقول له خليه يبقى يعاوعاو، كنعمل له زلات كيمشي في حاله صافي، الله يجعل البركه بحال هادوك، انا كاع ما كنجاوبهم ما كنشفتش حتى فيهم انا، هاد قلت لك دابا المشكل ديال لا هذه داعي المعاونات، حنا الدوله من اوروبا مشات للمغرب باش تعاون المغرب، ولكن حنا كنشوفوا الفيديوهات هذاك صحاب ديال النواحي ديال تارودانت وكل شيء، كيقول لك مساكن ما وصلهمش حتى حاجه. هذوك كاينين بعد الله اعلم. نقول لك واش الدول غيكذبوا؟ سي، ولكن قال لك دابا كيخرجوا داك خطر خطر اختي، شحال الخفاف وشحال الشيء وصلوا، الناس كل شيء كيوصلوا مصيفه طويليه، انا من كيوصلوا المستعارات راه نجاوب. قال لك كيوصلوا النواحي ديال مراكش، مولاي ابراهيم ديك النواحي ديال مراكش، ولكن ديال تارودانت واحد الدواور منسيين، قال لك ما عندهمش حتى الطرقه من يدوزي. هذوك مساكن قال لك لدابا باقيين تحت الانقاذ، وما عندهمش حتى ما يشربوا حتى ما ياكلوا. ايوا يا اختي وحد يا البنت خبز العذر الغي، كل شيء في الوضع. واحد البنت كنعرفها كتبت لينا قبيله مسكينه في الجروب في الواتساب، كاينه في مراكش، قالت لينا السبيطارات ديال مراكش كاينين الناس اللي باقيين من البارح ما كلاوش وما شربوش، عافاكم اللي ساكن هنا، اللي ساكن زعما في المغرب وخا يدي لهم 10 ريالات الماء ويدي لهم شي حاجه ياكلوها، راه كاينين الناس اللي باقيين ما وصلهمش المساعدات. وكتقولها وكتبكي، لا حول ولا قوه الا بالله. يا الله يجعل ربي يكون معاهم، كارثة وصافي هذه بكل المقاييس ديالها، ما لا عادش ما ودابا فيها عاد عيب. تعاود، قال لك اليوم عاد تعاود في الصباح ضرب ب 4.3 ولا 4. شي حاجه الله يستر. فين ضرب؟ تما في النواحي ديال مراكش، نواحي نواحي الاسبي. اه بس صحابينا في الفيسبوك قبيله في الصباح مع في السعود، قال لك ضرب. ولكن انا ما سمعتش الجزيرة، كنشوف ما قالوش لا لا في الصباح، انا راجلي دخل الفيسبوك قال لي ها هما قالوها، وبزاف ديال اللايفات هنا في تيك توك سمعتهم كيقولوها، كيقول لك ضرب في الصباح مع ديك السعود 4 فاصلة شي حاجه في النواحي ديال مراكش. اه راهي وحده كاتبه مريم، قالت لك اه بصح ضرب. إذا المشكلة، دابا المشكل عرفتي فين هو؟ واخا ديك 4 فاصلة، دابا ديك الديار اللي مشقوقين بزاف، تشقوا الشقة مزيانة وبقى وي واقف، واخا واقفين دابا غادي يطيحوا، دابا بصح ما يدخلوش الناس ليهم، وي هذا مشكل دابا، هذا خاصة مادية وبشرية. حنا كنا كنقولوا أنا صاحبي غير شي ضربة هايدة وصافي، قلت الحمد لله ما جا والو، ساعة أختي ملي نوضنا في ما الصباح عرفنا دابا شي الله واش من يستر عند، طايح. ما عرفنا شي واش من عند الله. اش كيقول لك هذا الزنزر راه كاين اللي وراه، الله اعلم. لا كانت من عند الله مرحبا بها، لا كانت شي واحد باغي ياذي شكون ما اللي شاء الله موراه؟ ياخذ فيها الحق. شكون اللي موراه؟ اختي ما نعرف، هاد شكون اللي موراه؟ يقول لك هاد الماسونيين وهاد الشيء باغيين يقتلوا العالم، باغيين يبقى داك المليار الذهبي، ها كل واحد كيلغي بالغاه، ما عرفنا هو اللي غنتيقو. ايوا اختي عرفتي ما غتسيق؟ طلبوا ربي السلامة والصحة. اسمعني
كنسمع كنسمع. واتقي الله الذي اتقي الله الذي لا اله الا هو، صلي صلاتك واعمل خدمتك، ونطلب الله سبحانه وتعالى اللطف اللطيف الجامع. خلاص شي حاجه اخرى اللي بغيها، ماشي حاجه اخرى، خلي احنا عندنا واحد اليقين في الله كبير والله، واخا يكون ماشي 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 هذا الذهبي، هذا المليار الذهبي والله، لو يكون المليار الالماسي، وعنده واحد الثقه في الله كبير الالماس ماشي الذهب، عرفتي الالماس راه اكثر من الذهب، ولو يكون المليار، وعرفتي شنو هو المليار الذهبي، انا غنشرح لك من هنا. هادو حنا كاين دابا 8 مليار على الارض، باغي نقول لك نزولوا سبعه باش يخليوها مليار واحد، هادشي وقال لك انه كامل خصني من نعانق هادشي المليار، تاع قالوا لي مع زيد وكبل داك المليار. ايوا ان شاء الله غيمشي هو الله محمد بخير، حنا امة محمد ان شاء الله حنا اللي غادي نبقاو. واخا شي والله بقي ضحك، العلي العظيم. واتشي ماشي الضحك في الحقيقة، هادشي راه شوفي والله ما نكذب عليك، اذا عقلنا انا بعد عقلي ما بقاش في راسه قبيله شنو درت. غنضحكك شويه. راجلي بقى كيشوف، لو كنت باغي نعجن بيتزا وانا ما عنديش القصريه، قلت نعجنها في واحد البانيو، عندي واحد البانيو ديال البلاستيك ما كنديرش فيها المطايب، حيت قال لك مزيان شي حاجه سخونه تكون في البلاستيك. يا هادي درت الماء سخون فوق البوطه، وولادي قدامي شكي كيقول لي ماما عطيني شربت، كيقول لي هكا برزطوني، ومع عقلي مع هذيك الفيديوهات انا نقول كنقعها كنبكي على بوحدي. ايوا واش درت في عوض ندير كسرونه فيها الماء سخون باش نعجن بيتزا، حطيت داك البانيو ديال الدقيق وفيه الخميره فيه الزيت فيه كلشي، ديال القوام ديال البيتزا حطيته فوق البوطه وانا دايره عندهم، شي كان عطيه الشراب شي كان عندي ثلاثه الله يخليهم ليا ويخلي جميع الوليدات، شي كان عطيه الشراب شي مداب لهم ملي قال لي ماما العافيه العافيه وراك ملي ندور يا اختي لقى البانيو كله تحرك والعافيه شاريه فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قوة بنادم مزيان وضخ والله يا لازم اختي ضخ. والله انا عشتي انا داك ديال الزلزال اللي كان ديال تركيا، انا كنت مرضت فيها، كان شي كان مرض والله ما بقى ما يعجب، طلب ربي الخير وصافي. وقال لك دابا المشكل هذاك شنو سميتو، قال لك واحد العالم كاين في هولندا يمكن، كان قال لك قال غادي يضرب المغرب خبير في قبل، قال لك دابا قال لك غادي يطلب يضرب هنا ايطاليا ويضرب عندكم تما في اسبانيا ويضرب في البرتغال ولا شنو قال، هاد قال لك ثلاثة دول، قال لك الدول. تا هما في الايامات الجاية غادي يضربوا، طلب ربي في الخير وصافي مسامحة. ما بقى ما يعجب. ناني مونتي ناني مونتي، كنت في كندا جابني امال سكينة ناري، وكنت في كندا ناري، كنت في قارة أخرى جابني هذه القارة هذه ديال المشاكل يا رب أمي البارح، ناري وغاد كنت بنسبي يا ربي. انا امي البارح كداوي معايا في التليفون قالت لي نيت المسامحه وهذا العام كاع ما ودنا للمغرب، قالت لي بالي ما نبقاوش نتشافوا، قالت لي انتوما ما عندكمش الزنزال حنا بالي نموتوا، قلت لها ما عرفناش كل السابق حتى حنا كيقولوا غادي يجينا، قالت لي الله يستر بنيتي الله يستر، بقات مسكينه الدعاء معانا تمام مخلوعين تما. انا سمعت اسبانيا والبرتغال وايطاليا فعلا سمعتها، ولكن واش هو هذا العالم الهولندي هو اللي خلقها؟ واختي ما عرف مع هو ها تاو مع هو باغي يقتلنا ولا ما نعرف شي، كتقول هذيك اللي كتقول اللي كتهز الاوراق وتخلع فينا الله ياخذ فيها الحق قبل ما نقول سميتها، هذا تا هو العرافة. داك العرافة ما كان لا تعرف لا والو، راه ولاد الحرام كيبغيو يخرجوا على البشر. ومغنية مغربية، مغربية كانت في المهرجان ديال أكادير نهار اللي وقع الزلزال قبيلة، شفت الفيديو ديالها كضحك احنا كنشطحو وكنغنيو الزنزال ونض نهرب، عرفتي رجعت ما خافت رجعت نكمل الشطح ديالي والاغاني ديالي، وكتقولها بواحد الاستهزاء لا حول ولا قوة الا بالله، بحال هاد اللي ماتوا مشاش ولا الفيران ما عرفتش سميتها مانا شي حاجة كتغني بالفرنسي مغربية، ما كنعرفش انا هاد الشيء هذا هما اللي كيتبعوها، طلعت ليا ضحك عليهم هما ماشي بحال هاد النوع هذا كاع، ما كنقولوا له حتى السلام ما كنعرفهمش حتى انا بعدا، قلت لي الله ياخذ فيك الحق ضحك وخرج على راسه بحال هكا يا اختي، وحق الله ما نكذب عليك ودايره اللايف ولا شنو، المهم لاحه واحد الفيديو طلع لي انا هكا في التيك توك،
قالت لك حباباتي ولا شنو صحاباتي ما عرفتش شنو قالت، قالت لك حنا كنغني في المهرجان في اكادير نهار اللي وقع الزلزال وحسينا بالزلزال والجمهور كله ناشط، وانا حتى انا كنغني وواحد شويه هربت عاوتاني رجعت نكمل اغاني وكاع حنا مسوقين بحال اللي بنادم مات والمشاش ولا الفيران. اختي بنادم ما عندوش القلب، لا حول ولا قوه الا بالله. هي كتجي عارف المسكين، كتجي عارف ديك الدراويش اللي مغطيين كينعسوا مع المغرب وبحال الدجاج ومساكن عايشين حياه بسيطه، اما هذوك المفروحين وداك المقزقزين مخليهم ربي يزيد ويفتنوا في الدنيا. الله ياخذكم الحق. داك الدراويش مساكن لا جات الجوع الضحايا، لا جا الزنزان هما الضحايا، حيت ربي كيبغيهم. قال لك المؤمن مصاب. ولا في ايطاليا فغي ضربت الزلزال العائله. اما نعرف اختي انا قدام، انا في الجنوب قدام الميناء، دابا اللي الزنزال غادي نشوف شي باطر نركب فيه ونزيد الى لا ما ضربش حتى التسونامي في البحر. الجنوب كنعرفها فين، مو جنوب برينشيبي العائله. لا انا مش في برينشيبي تما، كاين العرب بزاف راجلي ما كنبغاش يكري تما. انا كاينه انفاس مع البحر ولكن بعيده شويه على البرينشيبي. برينولي كنتي وصلتي لبرينولي للستاسيون ديال التران، انا من لهنا شويه. انا من هنا قدام واحد السبيطار معروف هنا سميتو سامارتينو هنا في جينوفا، وقدامي واحد السبيطار معروف ديال الدراري الصغار سميتو غازليني معروف، كيجيو ليه بزاف ديال الدول ديال الدراري الصغار كبير هنا كاين في جينوفا سميتو سبيطار غازليني. عاد كنت فيها في ابريل في غازليني لا في جينوفا، في جينوفا في جينوفا هاد السبيطار بزاف مساكن كيجيو من المغرب، يجيو من افريقيا، من اوروب، من جميع الدول كيجيو مساكن. كاين هنا اللي ما كيلقى حتى هو ما ياكل كيعاونوهم في السبيطار، ولكن بزاف ديال الناس كيمشيو يدو تبرعات، يديو حوايج ديال الدراري الصغار، يديو لهم الماكله، كيعاونوا الناس المغاربه وكلش. نيت واحد المره تلاقيت واحد المراه في الطوبيس كنت غاده بالولاد الجرده، وقالت لي قالت لي انا يلا جيت من المغرب، قالت لي جيت بعشرة المليون ندير فيزا وجيت، قالت لي نعالج ولدي، قالت لي دابا عطاوني الدار في الكوموني ديال الجامع ديال الدوله، قالت لي وعطاوني الوراق وغادا نبقى ساكنه هنا حيت ولدها مسكين عدا وليد واحد باقي صغير باقي ما وصلش ل 18 عام. قالت لي عندك كدير له الدياليز كيبدل الدم. قالت لي تما في السبيطار، قالت لي باقا ما كنعرف لا لغه لا والو، قالت لي يلاه جيت، قالت لي بزاف في السبيطار كاينين يلاه جاو من المغرب، جاو بزاف ديال الدول، قالت لي وكيعاونوهم الطاليان كيديروا لهم الاوراق وكيعطوهم شهاده السكنه كلها مزيان. وداك واحد عندي في الفيسبوك بلاتي اختي حبيبه بلاتي كتقولنا بلاتي خايله واش نقرا لكم التعليق الناس في الفيسبوك عندهم الله يخليكم راني ما كنشوفش لا جيم ولا بارطاج عندكم هنايا، حاولوا تعملوا البارطاج. الناس ديال تارودانت والزازات طاحوا الجبال والطرقان مقطوعه، راه مشاو التراكس والناس راه كيبكيو، المساعده واصله والمغاربه راه ما شاء الله وصلوا المساعده اليوم الى مناطق صعبه الحمد لله الله يجازيهم بخير. و فولات وصلات خاصكم شنو خصكم شنو خصنا نعملو بلاتي حبيبه نقرا هاد شنو خصنا خصكم تتبع معرفش سالك الناس سمع دينا نسرينا دينا سمعوا واش كتقول لي بلاتي، قالت لي ماشي حشومه عليك مالي سرقه نتاع بابك، حشومه عليا مالك جبرتيني حاشي يدي في الجلد بابك او لا سرقه نتاعك، يلا ما نخدم معاكم انا بحالكم انتم اللي انتم اللي ما كتحشموش. سمعوا ماشي حشومه عليك، الناس كتموت وانتينا عندك الكانه النايضه تتجمع وتضحك حشومه كاع الناس عامله الحداد الله يحدد لك الحصاير. ايوا الله يهدي ما خلق سير قططعيه والله الا تقول جبرت لي يدي في جيبه ولا في جيب باباها يلا سير بحالك ماشي حشومه عليك. شنو ما فهمتش الخلق غير الخلايق هادو عيب ما تدخلوش عندي المصائب الكواليس عطوني اتساع سيروا فحالكم والله الا قالت لك ماشي حشومه عليك مالي يدي نتاع بابا صرفها سبيت
الناس كدموت وهو انا مالي، انا قتلتهم وهذا العجب مع هاد الناس هادو، وانتيش داخلين عندي دعمن كنتجمع فين مجمعه العجب. زيد كمل اختي الله يرحم والديك، شنو كنتي كتقول؟ مصائب هاد الكوارث هادو، كديروا اللايفات اللي كيدوا في هادشي ديال الحيدان وهادشي ديال الزنزان بيكم، وباش باش مساعدات، باش اوروبا، باش بزاف ديال الفيديوهات ديالكم كينشروا، باش بنادم كيعاون. لا ما كانش التواصل الاجتماعي كاع ما يمشيو يلقاو حتى كاس ديال الماء، وبنادم كيعاير، وحنا راه قلبنا طيب اكثر منكم انتوما اللي تما في المغرب. لا حول ولا قوه الا بالله. ما عرفتش واش راجل ولا منين ولا ما نعرفش شكون ولا فوق كونت ولا شحال، بصح هو غادي يدوز دابا. قول لي شكون غادي يخلي ولادو ويخلي شغلو، يخلي ولادو ويخلي وقته وشغلو، وجالسين هنا كندوا في المواضيع ديال هادشي، وهما كيدخلوا يعايروا. لا حول ولا قوه الا بالله. الحداد بحال اللي بان ولينا غادي نبداو نحيروا في التليفونات باش يعرفونا قلبنا طيب، وحنا راه كندخلوا على حوايج راه ما عندناش، وراه كندوي معاهم بالعكس نبردوا على قلبنا، قلبنا طيب ولينا ولدك يدوي معاك نهضي فيه بلا شعور. الله يستر والله يا خوت فيهم الحق يا ربي. هادشي اللي غير كل واحد حاولوا يعملوا البارطاج الله يخليكم. المهم كاين شي واحد غير يشارك معانا دابا، راه جاو المعاونات، جاو المعاونات، ولكن قال لك الطرقه اللي ما ساعدتهمش بحال قبيله. انا شفت واحد دابا انا شعلت الجزيره، شوف انا باش عرفت عندك الحق، انا شعلت الجزيره، شوف شفت اسبانيا، شفت هولندا، المانيا، قطر، السنغال، حتى هي صيفطت وقتي شحال المساعده تطلع بها، وماشي الناس المساعده يعني هذه امور يعني الدول المؤسسات الكبرى اللي خاصها تضمن باش ديك المساعده كتوصل لذاك الناس اللي هما في الحقيقه باش ما يوقعش طايح اكثر من نايض. دابا فلهذا الوحيد غيوصل الصوت ديالو الا يعرف شي منطقه باقي ما وصلولاش او لا فيها الموتى او نعم نعملوا لايف ونوصلوا الناس دابا. هادو مساكن دابا شفتهم هادو اللي نقدوهم ودايرين على الخاميات فاش جالسين ديك الخيام، ولكن مثلا الله يحفظ الا جات شي عصيفه ديال الشتا فين غادي يديروهم؟ ما فهمتش انا، خاصهم يديروهم على الاقل شي لوطيل واحد الشهر، وعاد ما هذيك شي حاجه يعاونهم في السكنه. لازم داروا لنا ولدي قال لي كريستيانو رونالدو حل الاوطيل ديالو، قال الناس يدخلوا فيه. وانا قبيله شفتهم كنت دبي شفتهم في الخيام، حيت ديك الخيام الجوره دابا كيتقلب مع شهر تسعود وكل شيء، راه غتبدا الشتا. الا جات مثلا شي شتا مجهده بزاف عاوتاني غاديين مع الحمله مع الواد، ما فهمتش انا. كيعطيوهم يعطيوهم ديك المانطاج ويعطيوهم ديك، لكن هنا في اوروبا كيعطيوهم الديور ما يديروش الخيام بحال هكا. مالهم هو ولا مساكن الدجاج واختي اش باش نقول لك، اللي هنا ورنا شي فاشيعه ما بغينا يعطيونا ديور، ما بغينا يعطيونا والو، حنا نطلبوا غير اللطف واللطيف، ما بغينا والو اخت. وماشي الناس هذو مساكن اللي داروا، كندوي في هذوك الناس مساكن اللي مشاو ليهم ديورهم، مشاو ليهم عائلاتهم، كيعطوهم ديك الخيام في الساكنين. ودابا هما حنا كنشوفوا هذوك الناس نضروا، كاين بعض المشاريع نضروا، لي ريستورون ضرات، كل شيء نضر دابا. اللي بقى بالروح راه الخلعه بركه، لان الارض تهزت به هذيك النقطه ما عمره ينساها. كاين دابا اللي غيدخل في الاكتئاب، كاين الناس مساكن اللي غادي صافي العقل ديالها ما غيبقاش، الاطفال اللي غيتاثروا، حنا راه كاين مشاكل كبيره نفس الشتاء حنا ما عارفينهاش. نعم وحده كبيره الشتاء ما قدرتش نكمل الفيديو بحال اللي تسطات، قالت لهم انا 10 من عائلتي مشاو، 10 10 10 شوفوا 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 بحال فوق الدواء. ما قدرتش نكمل صافي صافي، بحال العقل ديالها تخرخل، كتقول لهم شوفوا عاطي نقضوا على الناس راهو مدارك واقفين هي، وكدوا بواحد الهستيريا لا اله الا الله. تشوفي هذه الفيديو وتقولي ناقص من هذه الدنيا صراحه، ما بقاش شعرنا كيوقف. سمعوا واحد غادي نقول لكم واحد، نقرا لكم واحد التعليق هذا في الفيسبوك. اريان داس، مرحبا، ودابا غادي تسمعوا. اسمي سيده ايفت بوادا، انا من اسبانيا واعيش حاليا في فرنسا. انا ادخل الى المستشفى هنا في فرنسا لانني اعاني من مرض مميت،
وبعد نصيحتك أنتي الأعلى في الكنيسة ولا الكبيسة ولا معجك، أود التبرع ب 400 مليون يورو. هذا شي نصب، شي عملية نصب غتنصب عليكم. دابا اللي غيدخل تما راه غادي يحصل عن هذه. هي كتعاني مرض مميت، مرض مميت. كتبرع ب 400 المليون، حنا نعطيوها لك، غنمشي في حالك من اللايف ديالنا. شوف على طريقة النصب، هذه طريقة النصب جديدة، فهمتوني؟ دابا من غيدخل الوحيد تقدر تصور له تصاور، وكيكون عنده داكشي كامل موجود، واخر يتيق وتقول له صيفط لي واحد 4000 دولار اورو باش نفسح لك هذا وباش نعمل لك هذا، باش اخر باش يقول 400 مليون نعطيها 4000، هذا ديرو 4000، هذا ديرو 3000، صدق يجمع 400 مليون تقول له مزلق شو على شفارين. دابا هاد دابا عرفتي، كل عرفتي شنو؟ ما حيتك مع الزلزال، ما حيتك مع النصابه، ما حيتك مع الشفاره، ما حيتك مع القماره، ما اولادي يا اولادي دين لا قال لك الناس، قال لك الزنزان، قال لك الزنزان، قال لك الناس دخلوا كازا شفروا لهم ديورهم، خلاو الدير محلولين وهربوا، لقاو الديور مشفورين. ترى راه بنادم ما كيخافش الله، وخا الموت سكونه يقول لك وحق الله الا شفت. كيفاش كيفاش الناس هربوا واخرين سرقوا لهم الدير؟ كيفاش هو الزلزال هز الارض، الناس تسجري كيفاش دخلوا يسرقوا؟ ما خافوش الدير يطيح عليهم تشفاره شكل. مرحبا، اسم السيدة إيفيت بوادة. بوادة ولا بوالة ولا شنو هاد الشي؟ بوادة. أنا من إسبانيا وأعيش حاليا في فرنسا. لا، ما إسبانيا وفرنسا غير بعد. أنا أدخل إلى المستشفى هنا في فرنسا لأن أعاني من مرض مميت، وبعد النصيحة كهنتي الأعلى لأنني في الكنيسة أود التبرع. عطيها غير الكنيسة ديالك، راه هنا بزاف ولاد بلادك مساكن كيربحوا البنسين وما عندهم ما ياكلوا، محتاج تجينا عندنا حنا في اللايف ديالنا تعطي لنا نتينا 400 مليون، مش عطيها غير مخك. ودابا هادو كيسرقوا، كنقولوا وكنقرا، علاش كنقرا انا التعليق؟ باش الناس ترد بالها، لان كاين بعض الناس مساكن باقي النيه يقدروا يدخلوا من عندها ويسرقوا في المشاكل. خلينا نعرف ديرهم غير 100 الاورو. الباب عليكم السلام. نعم، شكون دابا معايا؟ قلت لك قطعت حيت راجل دابا باغي يتعشى هو وخو، غنحط ليهم يتعشاو، نخليك وتهلاي براسك و نفسك ما وفيك حبيبتي، انا غادي نبقى نتبعك. بارك الله، يلاه ميرسي حبيبتي، صباح الخير. شوفوا هنا في فيسبوك كتقول لك صح كلامك، حنا سرقوا لينا التلفازه، الدنيا طايح اكثر من نايت، هما كيدخلوا يشفروا الناس. كاين حساب بنكي دولي مغربي اذا بغيتوا التبرع الملك محمد السادس اعلن عليه. الحمد لله، وهذه الا كانت شي حاجه معلونه من القائد الاعلى امير المؤمنين الله ينصرو لينا. نعم، تما نمشيو نعملوه صح. فرنسا الكليه تسالوا لماذا هذا الرفض من المغرب، كيفاش؟ احنا دابا مش نرسحوش، الله يسر. ها كورونا، ها العيل طاح في البير، ها الزلزال، هذا ما كانش الراحة، يعني عايشين في زمن الفتن، زمن كوارث، زمن الفتن، زمن مشاكل، زمن الشر، هذا عايشين فيه. هنطلعوا من وحدة ونطيحوا في وحدة، فيضانات، قيل الحرارة، قيلوا نتشكاو الصهد، الحرارة وصلت، الله يسر الناس اللسان ديالهم، الله يسر، ماشي مرضين بالما كيكبوا عليهم. وصلنا لواحد الزمن والله الا غادي نبداو نحسدو اللي مات، غنبداو نحسدو علاش مات. حنان كان متعلق، نادية من لندن. ايوا يا نادية، اهلا وسهلا عزيزاتي. نعم، عايشين زمن الزهور الغزالة، ربي يحفظك العزيزة، شكرا. عايشين في زمن الفتن وزمن يعني حنا دابا غادي نرجعو نحسدو اللي مات، والله الا غادي نبداو نحسدوه. حسيطا
كتكحل تيك توك تتكوني دايره اللايف. سمع البيشبو، بيشبو مع شنو هو البيشبو؟ حيت غير تنحل تيك توك تتكوني دايره اللايف، ومن بعد ملي انتينا كتحل تيك توك بلوكيني باش ما بقاش يبان لك. الحل عندك في يدك، بلوكيني وخرج في حالك باش ما بقاش يبان لك. فهمتيني يا بيشبو؟ صح. بلا ما تبقى تحرق راسك ولا كنحل ما كنحل كنزم، انتي ما كتحل ما والو، انتي قيل ساكن في هاد التيك توك كثر مني. ملي كيصبح الصباح وانتي معلق مشعبطه كتقولنا عندي تقولنا عند هذاك وعند هذاك وعند كدور. ملي كيصبح الصباح وانتي كدور تاع عينك كيحرقوك بالدوران. لا ما فهمتيني، صافي خليني الله يرحم والدينا حنا اللي فينا مكفينا. حنان اختي تيبقى يا الا قلت لك اقسم بالله العلي العظيم وليت كنطلب الموت بالليل والنهار. ماشي غنتي حتى انا كنطلبها، كلشي غنبداو نطلبوها دابا من قوه هادشي اللي كنشوفو، هادشي اللي هاد المليار الذهبي وهاد الخريطه د 30 كاع ما قتلونا حنا، نطلبو العلي القدر يدينا لعندو نرتحو نتهناو. صراحه الله بقى ما يجب، ماشي غنتي كطلب الموت، كلشي كيطلب الموت. مخير دابا كيتمنى الموت قسما بالله، ما حتىش يقول لك عرق انت بوحدك على هادشي اللي كنشوفو. الصادق رجع هو الكذاب، اللي كيأمن على الحاجه رجع هو الخائن، كلشي تقلب. سعيده من المغرب مرحبا. انا سرقوا لي التقشيره الحمد لله كانت متقوبه، واحد قال داو له التقشيره وكانت متقوبه. ايوا مزيان الحمد لله اللي جات التقشيره متقوبه. الله يسر الدنيا. بونسوار حكيمة. مصابين 2421 اللي مصابين مساكن بلاسي. And who died 2122 2122 اللي ماتوا مساك. وياها صراحة اختي. بونسواغ لولو. وي سا مونت لو شيف سي دوماج مي سي كوم سا. ودابا اللي انا هذيك اللي القلب ديالي هما ديك الناس مساكن اللي باقيين داخل تحت تحت التراب وتحت هذا، يعني صعيب الحال. العوائل مدمره، الناس مساكن مدمره، كتشوف عليهم مساكن يعني نقول لكم انا يعني الفقر من جهه، الحزن مساكن من وجه في وجههم. زاد كمل عليهم الزلزال. يا ربي ترحم يا ربي. مقبرة جامعية يا ربي يا حبيبي يا ربي. عمو ولد اختو خاه يا ربي السلامه يا رب. الله يرزقك الصبر والسلوان يا اخي. 10 مسكينه كتقول بلاتي بلاتي نعلي لكم باش تسمعوا معانا. عطوني دقيقه عطوني دقيقه. ها هو ها هو انا صافي مابقيتش كنقدر نوقف. الحمد لله.
ما هو خاها مسكينة ما تويها باين عليهم التعب مساكن كيحفروا في الارض يعني السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات بعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة. سمحت بريطانيا. تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ. بجهته ذكر التلفزيون المغربي أن السلطات المغربية أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان أخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية. قال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الحكومة سيترأس غدا الاثنين اللجنة المكلفة بإعادة بناء المناطق المتضررة. وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد قال إن حكومته شكلت خلية أزمة تحت إشراف وزارة الداخلية بناء على توجيهات العاهل المغربي. وأضاف رئيس الحكومة المغربية في حسابه على فيسبوك أنه سيتواصل اتخاذ التدابير التي باشرتها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى متابعة ودعم جهود الإغاثة من أجل ضمان حسن سير العمليات بحسب تعبيره. تواصل مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية إرسال معدات وآليات متخصصة إلى المغرب بإضافة إلى نقل مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين عقب الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم مغربية. وكانت الدفعة الأولى من المجموعة قد وصلت إلى المغرب في وقت سابق من اليوم للمساهمة في عملية البحث والإنقاذ. وقد وصلت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية إلى المغرب للمساهمة في عملية الإغاثة ودعم المتضررين من الزلزال. وتشارك المجموعة في عملية البحث والإنقاذ معززة بآلية ومعدات متخصصة بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف عن المتضررين. أرسلت إسبانيا فريقا من 56 مسعفا إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عملية البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال. وأقلعت طائرة عسكرية من قاعدة سرقسطة شمالي إسبانيا متجهة إلى مراكش تحمل على متنها قوات من وحدة الطوارئ العسكرية مكلفة بالمساعدة في جهود البحث والإنقاذ. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أعلن في وقت سابق أن مدريد ستقدم مساعدة بقدر ما يحتاج إليه المغرب مع التركيز على في البداية على إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا، ومتى حان الوقت لإعادة الإعمار ستكون المساعدة الإسبانية جاهزة أيضا. قالت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجها بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات للمغرب. وقال المستشار بالديوان الملكي عبد الله ربيعة إن فريق بحث وإنقاذ وفريقا من هيئة الهلال الأحمر السعودي سيتوجهان إلى المغرب للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية. أصدرت دول عديدة في قمة العشرين ومنظمات دولية بينها صندوق النقد الدولي بيانا مشتركا للتضامن مع المغرب. وفق البيان فقد عبرت هذه الدول والمنظمات عن استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم للاحتياجات المالية عاجلة على المدى القصير ولجهود إعادة الإعمار. ينضم إلينا من مراكش محمد مغطيط رئيس جمعية النخيل للتبرع بالدعم. سيد محمد، كيف تصف دور المنظمات منظمات المجتمع المدني في
المساهمة في التخفيف على المتضررين في هذه الأزمة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل سيد محمد نسمعك. ألو سيد محمد نسمعك، تفضل. سألتك كيف تصف عفوا دور المنظمات السلطات المساكن، عرفتي كيفاش واحد الحالة كان شفت تما أمر معقد الناس صراحة بالنسبة للتدخل ديال المجتمع المدني باش نخفوا على يا ربي تعالي عائلة الناس اللي وقعت فيهم هذه الفاجعة، فهو كان في الدور ديالنا احنا من الشق ديالنا ديال التبرع بالدم، مجال ديال التبرع بالدم، بحكم أننا اليوم من 7 صباحا كان توافد ديال سيارات الإسعاف المستشفى الجامعي محمد السادس كثير، فيهم مجموعة ديال الناس اللي جرحى وكان خاصهم أنهم يتحقنوا بالدم. الحمد لله شفنا من الساعات الاولى ديال الصباح واحد الطابورات ديال الناس اللي لقوا نداء ديال المركز الجهوي تحقن الدم وجمعيه الناس في وادي بالدم، وحتى السلطات مرمده حتى هي كلشي مرمد، لا حول ولا قوه الا بالله. زعما المشهد مؤلم، فقط غير كتشوف المشهد مؤلم، كلشي مكرفص يا ربي لطف يا مدينة مراكش، كيفاش ولدت مدينة مراكش تريد تخرج مراكش الحمراء الجميلة. كندعو الله المغفرة على ذوك اللي ماتوا والعوين هادو من اللي بقاو يا رب، لا من الناحية اللي كيعتق، لا من الناحية اللي من تحت الأرض، لا من الناحية اللي من فوق الأرض، نطلب الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم لدعم المتضررين من الزلزال. نطلبوا اللطف فيها كيفاش نجمعوا المؤن الغذائية بحكم أنها مجموعة لنا فقد المنازل ديالهم. شنو قال تاني؟ ساعات ديال الوقت النهار وتم النقل ديالها إلى المناطق اللي كان فيها الزلزال. كاين مجموعة ديال الناس اللي عاونوا في الإغاثة ديال الناس اللي باقي تحت الأنقاض ديال المنازل ديالهم، هذايا مشكلة الناس اللي باقيين تحت الأرض وكلشي الله يستر الصراع. عرفت المشكل؟ وفروا الأغطية والملابس للناس اللي فقدوا المنازل ديالهم لهم. ما أبرز الاحتياجات في هذه المرحلة سيد محمد؟ صراحة الاحتياجات في هذه المرحلة هو تنسمعوا لي أن الناس باقي ما لقاوش كيفاش يدوزوا ويشوفوا العائلات ديالهم يخرجوا من تحت الأنقاض، وثاني حاجة بغينا الناس يعاودوا يديروا واحد يكون شي خلية ديال من وزارة الداخلية إن شاء الله، باش يكون هذاك نوفروا لهذوك الناس المأكل والأفريشة. هذو هما جوج الحوايج اللي مهمين دابا في هذه الفترة هذه، المأكل والأفريشة، حتى نسمعوا بلي الناس الحمد لله الأيام هذه كاين واحد شوية ديال البرد، بغينا الأفريشة لهذوك الناس اللي كاينين فوق الجبال، وبغينا نعوم حتى المأكل حتى نسمعوا بلي راه ما بقاو ما ياكلوا، كاينين ما كاينش اللي يوصلوا لهم المؤن الغذائية ديالهم. بالحديث عن المأكل، كيف تصف وضع المواد الاستهلاكية والغذائية في منطقة مثل مراكش مثلا؟ يعني كل ما هو فيه الماء الحليب الموت الأسود يعني يكون مثلا واجدة، ما نعطيو الناس الوجبات يعني واجدة يعني نقطع في المنزل ديال الناس المجتمع المدني ديال الإخوان المتطوعين، ويمشيو لهذوك الأقرب نقطة اللي فيها الوقت المنزل ديال اللي باقي كاين واحد المناطق ما وصلوش ليها الناس. مدينة مراكش الحمد لله راه كاين لي سوبر مارشي وكاين اطواق، زعما اطواق اللي فيها الناس باش يجيبوا يوصلوا هذوك الناس. غاديش شكرا لك محمد مغطيط رئيس جمعيه النخيل للتبرع بالدم في مراكش. التفاصيل تابعها في التقرير. والزلزال الأقوى الذي يطرب المغرب منذ 3 قرون، شدته ومركزه القريب من جبال الأطلس حول الجغرافيا إلى واحدة من أكبر التحديات أمام فرق الإنقاذ والبحث. لكن الأضرار والخسائر تفاوتت بين دائرة التأثر الأوسع التي وصلت إلى مراكش وأكادير وقطرها 400 كيلومتر،
ومركز الزلزال في إقليم الحوز بقطر 60 كيلومترا تقريبا، وهو إقليم يغلب عليه الطابع الجبلي، تغطي الجبال 3/4 مساحته، فأتت الأضرار في الحوز كبيرة. الإقليم يضم نحو 40 قرية ومدينة وتجمعا سكانيا، أغلبه مناطق وعرة، ويسكنه قرابة 600,000 نسمة. تغلب الجبال على تضاريس الحوز إذن، وتعتبر قرية إيغيل على هضبة محاطة بالجبال مركز الزلزال. أما في تارودنت فحجم المأساة كبير، تلتقي فيها سلسلتا جبال الأطلس الصغير والأطلس الكبير. تسبب الزلزال في حدوث انهيارات صخرية في القرى الجبلية فدمر بعضها بشكل شبه كامل. انهارت جل المباني الطينية، وتسبب الزلزال في قطع الطرق بسبب الانهيارات الصخرية، ما أدى إلى تعقيد عملية الإنقاذ، وتحولت بعض القرى النائية إلى أطلال بفعل الدمار، مع استمرار جهود الفرق الطبية للوصول إلى المناطق النائية. لحق الضرر مواقع ثقافية وأثرية في تارودنت المدينة، فالسور التاريخي الأقدم في المغرب يحيط بها، وغالبية سكانها يعيشون داخل أسوارها حتى يومنا هذا. إلى إقليم شيشاوا آداسيل تحديدا، قرية جبلية سويت بالأرض كليا. يعتبر الإقليم بموقعه الجغرافي ممرا ضروريا لمناطق جنوب وغرب المغرب. ينضم إلينا من بيروت الدكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الأزمات والكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. دكتور، كيف تساهمون في عمليات الدعم والإغاثة في زلزال المغرب؟